احتفلت مؤسسة وثيقة وطن بإعلان نتائج جائزة هذه حكايتي لعام 2022 بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، حيث كرمت من خلالها الفائزين بأفضل قصة قصيرة على مدرج جامعة دمشق بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والفكرية والإعلامية. أشكر كل الطلاب والطالبات الذين شاركوا في هذه المسابقة، وأشكر الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، لأننا هذا العام استهدفنا شريحة نمت وكبرت في عصر الحرب، وكان من المهم جدا أن نعرف كيف تفكر هذه الشريحة وكيف تعمل، وقد فاجأتنا بصمودها وأن هناك جنودا مجهولين يعني بالمئات ضمن هذه الشريحة، ولكنهم يحتاجون إلى من يسمع أصواتهم ويسجل قصصهم لكي تكون جزءا غنيا حقيقيا من صمود سوريا وانتصار سوريا. جاء اليوم هذا الحفل نتيجة عمل أشهر ما بين الوثيقة والاتحاد بفريقين عمل تكاملوا وتعاضدوا حقيقة لإنجاز اليوم ما شاهدتموه في الحفل، وهذا كان بداية التعاون والشراكة لتحقيق الاستدامة وتحقيق التكامل ما بيننا. توجهنا إلى توقيع اتفاقية الوثيقة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا وجامعة دمشق بهدف كما أشرت الاستدامة، والهدف الأساسي أن لا نكتفي باحتفالية تكرم الطلاب المتميزين، لا على العكس، أن نطلق برامج معا لتدريب كفاءات وطلاب من مجمل الاختصاصات لديها الرغبة في التدرب على مسألة التوثيق والتأريخ، وبالتالي تصبح الوثيقة من خلال الاتحاد الوطني وطلبة الجامعات السورية قادرة على خلق المزيد والمزيد من الكوادر المتطوعة من أجل التوثيق والتاريخ الشفوي. الحفل تضمن فقرات موسيقية لفرقة خماسي روح الشرق، بالإضافة لوصلة غنائية مع الفنان محمود حداد، وفيلم اختصر ما احتضنته تلك الحكايات. شعور حلو أني حصلت على المرتبة الأولى وأني حصلت على هذا اللقب بمسابقة هذه حكايتي، وبنفس الوقت في غصة لأني عم بكتب عن أخي الشهيد، فدائما الفراق بيكون صعب. شعوري الفرح والسعادة وشاركت بهالقصة من 2022، حبيت شارك فيها وكتبت عن التراث الثقافي، الحمد لله طلعت من الناجحين ونلت الجائزة الفضية. تتحدث القصة عن قصص قديمة لأجدادنا. شاركت بمسابقة هذه حكايتي عن فئة قصص التحدي والنجاح، حصدت الجائزة الذهبية والمركز الأول. الحكاية بشكل عام هي قصة أسرة أنا كنت أحد أفرادها، استشهد فيها الأب واستشهد اثنين من الأخوة، وكان في أخ طالب طب بشري أصيب برصاص قناص فأصابه شلل رباعي، واصل دراسته في كلية الطب 3 سنوات ثم استشهد. حبيت شارك بمسابقة هذه حكايتي لأنه بتوثق التاريخ الشفوي اللي عم نحكي فيه مع الجيل الجديد، الجيل ما بيعرف شو صار بالحرب، الجيل كمان اللي ما واكب كتير من الذاكرة السورية، فهيدا الشيء بينحفظ له، وخاصة أنه أنا وثقت كل شيء عم يصير معي لما أروح على الجامعة، شو المعاناة اللي عم نواجهها. حكيت عن معاناة الطلبة بعمر يعني يعتبر كبير نسبياً، التحدي اللي بيواجه السيدات خصيصاً لما بدك تكوني ربة منزل وأم، وبنفس الوقت أنت عاملة يعني أنت امرأة منتجة وبنفس الوقت عندك دراسة. شعور كتير حلو أنك تقدمي هذا النموذج للمرأة السورية، أنه هي ما توقف عند حد، تكون جزء من تاريخ هي المرحلة، التاريخ المشرق خلينا نقوله للمرأة السورية اللي هي دائما كانت صفحتها مشرفة وتاريخها مشرق. نرى من خلال هذه الوثيقة بأن الشعب السوري عامة والشاب السوري الواعي خاصة يقوم بإعادة كتابة التاريخ، تاريخ حقيقي غير قابل للانتثار وغير قابل للتزوير، وكما في مقولة هيك بتقول إنه الشعب القادر على كتابة تاريخه وتاريخ حضارته هو الشعب القادر على قيادة الحضارات والمجتمعات. كتير مبسوطة، وهلا لما طلعت هيك واستلمت الشهادة وهيك وسلمت على هاي حسيت لمعة عيون بابا وفرحته فيني، هي عندي اياها بالدنيا، فحسيت بفخر انه الشيء اللي انا عملته وبابا مفتخر فيني، فهذا شيء كبير بالنسبة لي. شعور كتير حلو،
وتجربة كتير رائعة لك طالبة، وثقت الأحداث اللي صارت معه، وهي اسمه تحدي والنجاح، إنه أنا تحديت الواقع اللي إحنا عشناه كطلاب سوريين، يعني وعينا على الحياة فجأة صار في حرب، فمن يعني كلنا في عنا طموح نحن صغار وبدنا نوصل له، وصارت معنا أحداث كنا ما يعني خلاص ما بقى بدنا نوصل، بس تحدينا والحمد لله وصلنا للنجاح اللي إحنا تمنيناه. هذه حكايتي التي تعتبر وسيلة لنشر وتعميق الوعي بالتاريخ الشفوي ورسم ملامح ما عاشوه أبطال حكاياتنا في ظروف الحرب.